هو محترم. عيب قوي لو انت بتتكلم بالطريقه دي. ماشي. انا مديرة اعمال ربيع. ماشي. زيك الله. ايه تمام؟ تمام. ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ انا كمان كتير. ازيك يا سعد باشا؟ ايه يا نجم النجوم، منور الدنيا. ايه يا عم، تسألش على صاحبك ليه؟ حريم واخلالك دماغك يا عم. حريم ايه وانا فاضي؟ انا باللوكيشن ده للوكيشن ده سعد. انا ببقى داخل اللوكيشن ما ببقاش عارف انا اصور شخصيه مين ولا ايه. ولا معاك يا نجم. بقول لك ايه صحيح، قول، هو الواد اللي اسمه ربيع ده بقالي فتره يعني ما بشوفهوش ماشي معاك زي الاول ليه؟ محمد ربيع ده مش شغال معايا اصلا. ربيع ده انا بجيبه لما يبقى عندي اوردر كبير ولا حاجه، فهو يسترزق، وفي نفس الوقت هو الواد غاوي تمثيل يعني، يعدي قدام كاميرا بتاع. الواد ده شكله حوار كبير قوي. على حوار ولا حاجه، ده عيل غلبان جدا. ده من كام يوم سالف مني 1000 جنيه عشان خاطر يسلف جارته، يعني بيستلف عشان يسلف. هتلاقي جارته دي ايه؟ هشكت الهشكات ومزت المزات. لا مز ولا بتاع، هي بنتها هي اللي مز. على فكره بيحبوا بعض قوي. بقول لك يا سعد، هو انت الواد ده شاغل دماغك قوي ليه كده؟ يا عم ولا حطه في دماغي ولا نيله. ده مين اصلا ده عشان يشغلني؟ بس مش عارف اوائل، الواد ده تقيل على قلبي قوي. اول ما اشوفه بحس ان انا عايز اديله رصاصتين في دماغه. عيل خنين. انا بعت لك صوره وعنوان الواد ده على الواتساب، عايزك تجيب لي قراره. بيقعد مع مين؟ مصاحب مين؟ مين البت جارته اللي بيلغيها وبتلغيه؟ مين الواد اللي مدينهم؟ عايز اعرف عنه كل تفصيله في حياته. يا باشا ما يشغلكش، 24 ساعة تبقى عارف كل حاجة عايز تعرفها أو مش عايز تعرفها عن الواد ده، بس المنطقة كلها حبايبنا. متكتفة. تعجبني يا متكتفة، وأنا وعدك هتجيب لي كل التفاصيل اللي طلبتها منك، هديلك ضعف اللي بديهولك كل مرة. أمينة في خبطة. اخلق أنت. إيه يا رنا؟ تمام طيب، جاي 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 حالا، يلا. أنا هتكلم بصراحة، أنا شايف إن اللي بيتقال ده كلام فاضي، حاجة كده ملهاش معنى. ليه يا بابي؟ فكرة إن احنا نسبونسر تالنت دي حاجة مهمة قوي، وشركات كتيرة قوي بتعملها على فكرة، صح ولا أيوة إيه؟ أيوة أيوة، احنا نجيب موهبة ونصنع منها نجم. أيوة الموهبة بتبقى موجودة أصلاً، وبعدين بيجي كيان يدعمها، ده اللي أنا أفهمه. لكن أنت بتراهني على واحد ما تعرفهوش أصلاً وعايزاني اغامر باسم شركتي على ولد مجهول بيشتغل كومبارس. ما تتكلم يا سعد، انا بتكلم غلط ولا ايه؟ الصراحه يا مستر رمزي غلط. غلط في ايه بقى؟ بص يا مستر رمزي، اولا فكره ان الشركه تتبنى موهبه جديده وتدعمها لحد ما تكبرها وبعد نجاحها تبقى هي الواجهه للشركه بتاعتنا، فدي فكره جيده جدا وتستحق الاحترام، خصوصا ان هي مش هتكلف الشركه مصاريف كتير، بالعكس دي هتكون مصاريف تافهه. غير ان الموهبه دي لما نصنعها هنستفيد منها قدام في المستقبل. ثانيا انا بثق في ذوق نور جدا، وطالما ان هي شايفه ان الولد ده موهوب يبقى هو بالفعل ولد موهوب، واحنا مش هنخسر حاجه. احنا هندعمه لحد ما ياخد فرصته، ونعمل زي ما هي قالت بالظبط، نجيب له ستايلست مشهور، كوافير، اكتنج كوتش محترم، نعمل له حملة دعاية، يعني الحاجات اللي بتصنع بيها النجم، ونزقه ونشوف. وانت شايف كده فعلا؟ اه، حضرتك بس ادينا موافقتك وانتظر النتيجة في النهاية، وهتبقى نتيجة مرضية بإذن الله، وأنا مش هسيبها. ازيك يا سيد، عامل ايه؟ قول لي يا باشا، طالما انا قلت شرف ان انا اشوف معاليك. حبيبي بص يا سيد، أنا معرفتي كنز، واللي يعرفني ويكسب ثقتي تبقى الست الوالدة ده عياله قوي قوي قوي. وش يا باشا من غير ولا كلمة، أنت أمرني وأنا نفسي. حبيبي طبعا أنت عارف إن أنا جاي لك النهاردة بخصوص ربيع. صح يا باشا، وأتمنى إنك تكون ما بطيقوش، لأن أنا الواد ده أساسا ما بطيقش أهل. تعبيط يالا، مين ده أصلا عشان يشغلني أحبه ولا أكرهه؟ ما تركز ياض وشوف أنت بتكلم مين. يا سيد الواد ربيع ده كل الحكاية إن دماغه لفت منه شوية، ومتصور إن هو ممكن يلعب مع أسياد. إحنا بقى هنعمل إيه؟ دماغه اللي لفت دي
نعدل ابو. نعدلها له يا باشا، ونعدل ابو دماغه كمان. تعجبني. بكره الصبح الساعة 9 تطلع على البيت عنده وتاكله حتة علقة. عايز وشه ده ما ينفعش تاني خالص. سفلت لي وشه يا سيد. هو ده الحوار؟ هو ده الحوار. يا معالي الباشا والله العظيم ما كان ينفع تتعب نفسك وتيجي لغاية هنا عشان حوار تافه زي ده، كنت شاور بس. معلش يا سيد، أصل أنا بحب أعمل شغلي بإيدي. يا باشا واعتبر شغلك حصل. تعجبني. يوم الحد تبعت لي صورته وهو متخرشم؟ أبعت لك عرقك اللي اتفقنا عليه. على راسي يا كبير. الو الو، صباح الخير يا نجم. صباح الفل يا ست الكل. نمت كويس؟ بصراحة ما نمتش خالص. ايه ده ليه؟ ده انا كنت عايزاك وشك يكون مرتاح النهارده. ما تقلقيش، وشي هيبقى زي الفل. طب يلا قوم بقى عشان ما تتأخرش. اخترت هتلبس ايه ولا لا؟ اكيد. طب بقول لك ايه، هكلمك تاني بس عشان في حد بيخبط على الباب. لا لا خلاص، ما تكلمنيش بقى، انا مستنيك في الشركة. يلا ما تتأخرش. خلاص ماشي، سلام. باي. اتأخر قوي. ها، جربت اكلمه تليفونه مقفول. استاذة نور، هو جاي امتى؟ انا عندي ارتباطات كتير. معلش هو زمانه جاي دلوقتي داخل علينا. نور. هاي بابي. البي ما جاش ليه لغايه دلوقتي؟ عندنا مواعيد. هو اصلا ازاي اتأخر؟ ما هو داخل علينا دلوقتي. بليز ما توترنيش اكتر من كده. رمزي بيه، انا شايف ان الصحفيين ابتدوا يتضايقوا جدا. احنا ممكن نعتذر لهم ونقول لهم ان حصل شيء طارئ ونحدد لهم ميعاد تاني. على فكره هي نص ساعه بس اللي اتاخرها، بعدين انا مش فاهمه هم جايين بدري ليه. انا اللي فهمته ان الميعاد الساعه 10 وبلغت بده. بس انا قايله لرانيا 11. انا ما غيرتش حاجه. يبقى انا سمعت غلط يا جماعه. طب احنا بعد اذنكم انا مضطر اخد الكرو واستاذن عشان عندنا كذا ارتباط دلوقتي. معلش يعني ما ينفعش حضرتك تستنى ساعه بالكتير بس؟ لا ساعه ايه، في الساعه دي كنا خلصنا الايفنت التاني اصلا، ده جنبنا هنا. طب ناسفين جدا يا جماعه، بنعتذر لكم وان شاء الله هنحدد لكم ميعاد تاني. بنعتذر لكم فرد فرد. شكرا. ربيع جه اهو. أنا اسمي ربيع صادق لطفي. طب مين اللي اكتشفك؟ والله أنا من زمان يعني وأنا بحب التمثيل طول عمري، حاولت كتير إلى أن قابلت نور وهي قررت إن هي تدعم موهبتي. طيب، هل بتفكر تغير اسمك لاسم فني؟ على ما أعتقد إن مفيش فنان مصري اسمه ربيع قبل كده. ما أنا شايف إن اسم ربيع اسم جميل وهو في الآخر أحلى موسم في السنة، يعني مش شايف إن الاسم هو اللي بيصنع البني آدم ولكن البني آدم هو اللي بيصنع الاسم. بس هو انا حابب اسمي جدا فما اظنش اني اغيره. هل انت بتمثل بره يعني ايه الادوار اللي شايف ان انت ممكن تعملها؟ ماشي يا سيدي اتكلم. ما بتردش. انا هوريك. ايه بقى الموقف اللي حصل لك؟ مش انت كلمتيني عشان تستعجليني؟ وبعدين جرس الباب رن. بالظبط. قمت اشوف بقى مين. خير يا سيد؟ هو في كده؟ مفيش اتفضل، مفيش تعالى اشرب شاي. ايه يا عم؟ يا سيد ابوس ايدك. النهارده اهم يوم في حياتي، لو انت جاي تغلس عليا خليها يوم تاني. هما كلمتين جاي اقولهم لك. ذوق عافية هتسمعه. اوعى كده. مش طالبها فرهدة النهارده.
ايه يابا البدل الجامده دي؟ تعال اقعد يا عم ربيع. فيها يا سيد؟ بقول لك ايه، انا خلقي ضيق ومش عجباني خالص اللقطه اللي انت عاملها دي. فبعد اذنك انت جاي في ايه؟ صراحه جاي في شر. ازاي يعني؟ المفروض اعورك واخلي وشك شوارع، عرفت ازاي؟ انت اللي جاي تعمل ده من نفسك ولا في حد زقك لده؟ تخيل بقى لو كنت رسمت على وشك الحلو ده خريطه كنت لهفت 30,000 بال، وانت اصلا كلك على بعضك ما تعملش عندي 30 جنيه حتى. بس انا قلت يا سيد مش هينفع برضه، لازم تبقى فاهم الحكايه فيها ايه. هو معقول واحد يدفع 30,000 باكو عشان يشال فطك وخلاص؟ يبقى انت اكيد واحد مهم وانا مش واخد بالي. 30,000 باكو؟ ده انا نفسي اول مره اعرف اني بالاهميه دي. وده مين ده بقى اللي زعلان مني قوي؟ لا سامحني، انا ما بقولش اسامي العملاء بتوعي، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان هو حد تقيل قوي وبيكرهك قوي قوي ما شاء الله. لا احترم فيك مبادئك. انا مضيع حياتي كلها على مبادئ. طب وما بتنفذش ليه؟ امر الله يا اخي، شله يدي زي ما بيقولوا، سلاحي ما طوعنيش. بيني وبينك بلحظه كده حسيت ان انت مني، ومين ده اللي يخليني اغدر بيك عشان؟ اي نعم انا بحب الفلوس وبحبها اكتر منك، بس ما بحبهاش اكتر من نفسي، لان انا بصراحه لو عورتك لا هستظرفني ولا هحبني، وانا بحبني جدا زي ما انت عارف. عشان كده قررت اسامحك وما اعملش كده، وخصوصا بعد الحاجات الحلوه اللي انا شفتها دي. اديني الطقم الجامد ده. مفيش اي مقاس. انت فرحان بسنانك ولا ايه؟ لا ده انت فرحان بسنانك بجد. الله، وكمان فاتح لي صدرك. انت هتحضني ولا ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ ايوه عايز احضنك واشكرك عشان انت النهارده هتكون السبب في ان حياتي تتغير. لم يابا ايدك، انا ماليش في احضان الرجاله، في بنات انا تمام. ماشي خلاص. طب اقعد اعمل لك كوبايه شاي حلو. ولا شاي ولا زفت، انا بس عايزك تقول لي حاجه. هو يعني ايه عيشتك هتستريح؟ بص يا سيد، مش انت عارف ان انا عايز ابقى ممثل وحلمي ان انا ابقى ممثل مشهور؟ انا بقى النهارده همضي مع شركه هتتولاني وتقف جنبي وتساندني لحد لما ابقى نجم كبير. نجم؟ مشهور يعني؟ ايوه. وتتنك عليا بقى وبتاع وحاجات كده؟ طب ما اعورك من دلوقتي. لا 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 لا، ليه يا عم سيد؟ انا برضه اعمل كده. ابن اللذين، يعني انت هيبقى عربيات وقصور وحاجات كده؟ يا موسى. طب تعالى نتعاهد عهد. ما تخافش يا عم، دي مطوة. تعالى نتعاهد عهد، بقول ان انت لو بقيت نجم بجد ومشهور بجد والبنات بقت مجمومة حواليك، نتصور انا وانت صورة سيلفي وعلى الفيس. سيد طه صاحب الفضل. امين؟ امين. وال 30,000 باكو برضه هتديهم لي. امين؟ امين. حلو قوي ده. بس برضه مش عايز تقول لي مين اللي وزك عليا؟ ما انا لو قلت لك يبقى هنفذ، ايه رايك؟ لا 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 خلاص ما بديهاش. يا عم دوختنا كل شويه افتح واقفل وما بعملش حاجه. طب يا سيد انا متاخر، لازم اخش اغير. اه فعلا انت خدت من وقت كتير، خش انت غير وانا هخلع بقى. يلا السلام عليكم. سيد انا مش هنسالك الجميل ده عمري. حبيبي يا سعيد. لا كفاية بقى، كفاية. حبيبي والله تستاهل بوس. كفاية يا عم. السلام عليكم. ادي جزاء اللي يسيب نفسه لحد. دي حاجة غريبة قوي، ازاي اسمه سيد تهمة وطيب؟ يعني مش فاهمة. ده انا اللي طيب؟ ان واحد زي سيد تهمة ده يرفض 30,000 جنيه ويشتريني انا؟ دي اكيد معناها ان ربنا شايل لي حاجة كبيرة قوي. ايوه انا متأكدة من كده طبعا، بس بشرط. انا عايزاك تسمع كلامي في كل حاجة. اول حاجة انا شايفة انك لازم يعني تتخلص من حاجات كتيرة قديمة في حياتك، يعني تبتدي حياة جديدة وكده. عايزة كل حاجة تبقى فريش. وتاني حاجة عايزاك تاخد workshops، تطور من نفسك في التمثيل عشان لما تقف قدام الكاميرا تبقى واثق من نفسك 100% وبتعمل الحاجة الصح. فاهم قصدي؟ هو انت ينفع تفضلي في حياتي لآخر يوم في عمري؟ يا سلام، ده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ مش عارف. عادي ما تقولش، براحتك.